أنا الحقيقة استغربت اتصالك. شكرا. ولو بعرف كنت أجيب فورا قابلتك، بس المشكلة إنه أختي كانت مرضانة شوي. خير إن شاء الله سلامتها. لا الحمد لله صارت أحسن. أختي مسامر، يمكن سمعاني عنها ما هي؟ يمكن مرة الحجي قال قدامي إنه هي معها ضغط أو هيك شيء. ما شاء الله. الظاهر الحجي بيخبركم عن كل أحوال زوجاته الصحية ما هي؟ لا ابدا اكيد مو هيك، بس انت بتعرف بحكم شغلي يعني مره كنا باجتماع واضطر انه هو ينسحب فجاه، ففهمت منه انه كان ضغطه مرتفع. يمكن مزبوط، هي عندها مشاكل بالضغط. عن اذنك لك ليش ما عم ترد يا برميل؟ رد فهمني شو عم بيصير، شو يلي تغير، شو يلي عم يلبط بدماغك؟ ما تواخذني، أخذت كتير من وقتك. لا لا أبداً. طيب أنا سي سهر، شو الموضوع اللي لازم يضل بيناتنا؟ الحقيقة طارق حكى معي بموضوع وأنا جاي اليوم لأستفهم منك أكثر. موضوع شو؟ سيد كمال يارا نبهت أخي طارق بخصوص شغلي مع الحجي وقايلت له كلام كتير خطير، وأنا الحقيقة لازم أفهم منك أكثر لأنه كتير خفت. ما أنك ملاحظة أنه ذكرت كلمة الحجي أكثر من مرة؟ لا بس وضحي لي، الحجي يعني رؤوف؟ طيب طارق شو حكى لك؟ قال لي شغلات غريبة عجيبة، حكى لي عن قضيتك القديمة وكيف تلفقت لك تهم وشو علاقة رؤوف بتلفيق هالتهم لإلك وقصص يعني ما لأول من آخر. أنا بصراحة ما فهمت شيء. شو كمان حابة تعرفي؟ حابة أعرف أنا شو لي علاقة بالموضوع وليش يارا نبهت طارق اللي دير بالي، ليش أنا بالذات بدي دير بالي من الحجي؟ أنا بتصوري ما لك علاقة بالموضوع أبداً، بس يمكن بنتي يارا من باب حسن النية حبت تنبهك، لأنه يارا حاسة مثل ما أنا حاسس أنه أنت ما بتشبهي رؤوف. ما فهمت شو قصدك؟ هي مو قصدها أنه تحكي معك وتنبهك، هي حكت بس لطارق وطارق اللي خبرك.